شجرة منتجة بتعطي، واسمها الشجرة الذهبية. يعني المزارع بوادي الزراعة، بوادي الزراعة كان عايش على حبة حلال، يكون عنده منوحتين ثلاثة أربعة، يعيش منهن على هاللبنات، ويزرع حبة خضرة بهالبساتين. لأنه الثمرة هاي من إجتنا من سنة 98 وطالع، بلشت الناس تيجي عليها وأخذت وبلشت تزرع، تحسن مدخولهم الاقتصادي، صارت الناس يعني يجيها مدخول. هسه اللي ما عندهوش مزارع، ما عنده لا وظيفة ولا عنده تقاعد ولا عنده ولا عنده، بده يشتغل على هالثمرة من بداية السنة لنهايتها على أساس إنه يوفر له قرشين بالصيف. خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. والشتاء ما فيها شغل، ما هو للمزارع ما في شغل للشتاء، هي حبة هزتهم وبعديها بيظل من شهر 11 لشهر 3 وهو قاعد على مونته. بس اللي معبى هذاك ارفعوا لغايه. احنا في 98 اشتغلنا على النبته، لما زرعنا البساتين هنا ما فيش ولا اي شجره ما عدا اربع شجرات قديمات مش مطعمات، عملنا مشتل وصرنا نشتغل على الاسكدنة. صارت تبين معانا الاشجار السيئه الثمره مش كويسه والثمره الكويسه، صرنا نعمل الثمره الكويسه، نعرف اي شهر بتنضج اي منطقه تنجح، صرنا نشتغل عليها ونبيع للمزارعين. من هذاك الوقت لحد الان الامور ما شاء الله. ب 98 لما اشتغلنا وال 2000 كنا نبيع الكيلو ب 5 و6 دنانير. لما احكي لك 5 و6 دنانير اغلى من اللحمه. كمزارع الدلم باخذ 100 شجره، انت تحط فيه اسكدنية ولا تحط فيه زيتون سنه بعد سنه ولا مش مشي. لما نصل لمرحله انه مثلا بدنا نقطفها، بدنا نقطف بس لحبه الثمره. هسه الزيتون بتقطفها، في ناس بفرطها بالزيتون بالعصا، في ناس بفرطها بايدها، في ناس كذا عشوائي. الا انه الشجره هاي حبه حساسه، بدك تمسكها انت، ما بتمسكها من الثمره نفسها. اذا مسكتها من الثمره نفسها بتصير طبعه سوداء عليها، بتطبع، ما بتروح غبرتها، بتروح تنمسح كذا. فبدك تمسكها من عنقودها، تقطفها من عنقودها يا بمقص يا بشغله باظفرك كذا. شجره الاسكدنية شجره عباره عن، انا شبهتها للطفل الصغير الرضيع اللي بده عناية بكل لحظة وبكل وقت، وتخلي عينك عليها على مدار السنة.